بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تكرو فيكسر. إذا على بركة الله، اليوم سوف نقوم بشرح أو بعض الإضافات الرائعة جدا في أذن الإسلامي. شكرا للأخ علي حسني على هذه الإضافات وعلى هذه التحديثات المتوالية. إذا فقد قام بإضافة بعض الأجهزة الرائعة جدا التي كنا نحتاجها دائما. إذا هذا البرنامج فهو قوي جدا ويدعم جميع التحديثات أو جميع الحمايات الأخيرة. إذا على بركة الله سوف نرى ماذا موجود بهذه النسخة الجديدة، وهي تحديث أخير للـ MTK Pro الإصدار 20 من الأخ علي حسني. إذا على بركة الله قوموا بفتح الـ MTK Pro. إذن كما ترون في الأمتيكا برو الفيرسيون 20 باي علي حسني. إذن الآن لقد تم إضافة بعض الأجهزة في هذه الخانة الموجودة هنا في فاريوس. إذن كما ترون نقوم بالضغط هنا والنزول إلى تحت. نعم، لقد تم إضافة Y9S و Y9 برايم 2019 و Y9 2019. نعم، هذه الإضافات و Y8S. لقد تم إضافة جميع هذه الأجهزة إلى هذه النسخة الجديدة. كما تم إضافة الهواوي بي 30 لايت والنوفا 3 اي والنوفا 3، يعني جميع هذه الأجهزة تم إضافتها. فما عليك سوى اختيار الجهاز Y9S مثلا، ثم عمل تشيك للتست بوينت كما ترون، ثم الضغط على تست بوينت، ثم عمل فورمات للجهاز. وكما ترون فإن الجهاز فهو يعطيني نوع الذاكرة أوتوماتيكيا، يعني Y9S فهو من الـ UFS نوع الذاكرة الخاصة به. ثم مثلا Y9 برايم 2019 فهو الـ MMC، ثم تضغط هنا يعطيك التست بوينت الخاصة به وبجودة عالية كما ترون الصورة فهي واضحة جدا. ثم Y9 برايم كما ترون، يعني صراحة عمل ومجهود جبار جدا من الأخ علي حسني، شكرا له وله جزيل الشكر. ثم كما ترون هنا الـ P30 Lite، نعم هذه هي النقطة، وجودة الصورة حتى ولو قمت بتكبيرها فهي تبقى جودة الصورة رائعة جدا. ثم النوفا 3 اي، نعم جودة الصورة فهي جودة عالية جدا. إذا هذه هي الإضافات التي توجد الأخيرة من الأخ علي حسني. كما قد قام هنا بإضافة بعد كما ترون هنا بالنسبة لأجهزة الكيرين، على حساب لقد قام ببعض التعديلات هنا. إذا كما ترون هنا، إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في شرح آخر.